تحياتنا الصباحية لكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا مباشرة على الهواء ضمن برنامجنا الصباحي نور جديد عبر فضائية نور الشرق وعبر الموقع الإلكتروني www.nursat.tv. اليوم محاورنا ومواضيعنا غنية جدا من لبنان لسوريا لمنطقة الشرق الأوسط، معنا ضيوف معنا اتصالات لحتى نكون على مواكبة دائمة ومستمرة لمختلف النشاطات يلي اليوم عم بتعم منطقة الشرق الأوسط. ولكن مثل ما بتعرفوا مشاهدينا قبل ما ندخل بمحاورنا الأولى مع ضيوفنا، الأنظار اليوم عم تترقب وعم تتجه نحو منطقة جرود عرسال اللي هي إحدى البلدات البقاعية، حيث أنه الكل اليوم اللبنانيين خاصة عم ينتظروا ساعة الصفر يلي بده يدخل فيها جيشنا الجيش اللبناني اللي نحن بنحتمي تحت مظلته لحتى يدخل لهالمنطقة ويخلص لبنان من الدواعش الموجودين هونيك بمنطقة جرود عرسال. بحب ألفت النظر مشاهدينا بأنه الكل اليوم يؤكد بأنه الجيش اللبناني سوف ينتصر، وبأنه رغم كل التحديات التي تحيط اليوم بمختلف البلدات البقاعية كالقاع ورأس العلبة وغيرها من البلدات يلي ألمت فيها الجراح والتفجيرات بالسنوات الماضية، ولكن اليوم بتملك العزيمة بتملك الثبات وبده يبقى صليبة مرفوع وبتشهد على فكرة العيش معنا. اليوم المحور الأول من برنامجنا لح نستضيف احد القساوسي اللي كمان شفتوه اكثر من مره معي ببرنامج نور جديد، ولكن عم تشوفوه كل يوم 3 الساعه 6 مباشره على الهواء عم بيصير بينكم وبينه اتصالات، وهو احد معدي ومقدمي برنامج جواب من الكتاب المقدس زيد معرفتك عبر نور الشرق. اليوم رح يحكي الاسيس جابي عبيدي راعي كنيسه الفادي الانجيليه عن هالبرنامج، عن حيثياته، عن ابعاده، عن روحانيته، وسوف نتطرق ايضا الى بعض القضايا الانسانيه لا سيما فيما يخص مساعدة إخوتنا العراقيين والنازحين الموجودين على أرض لبنان. صباح الخير أستاذ. صباح النور. يعني أنا اليوم عندي غبطة كبيرة وفرحة كتير كبير الله يبارك موجود معنا اليوم 2 معدين عم يستضيفوا بعضهم ضمن فضائية واحدة. ربي يباركي أستاذ. نحن بعد شوي رح نشوف إحدى دعايات برنامجك جواب من الكتاب المقدس زيد معرفتك، يمكن عم بيقول لي ميشيل زميلنا المخرج ميشيل حرب إنه صارت جاهزة. خلينا نشوف نحن وياك البروموسيون. معنا اتصال. ألو، مين معنا؟ بتحب تنقي رقم؟ صح. برافو بيرنا، انت ربحتي معنا. برافو، ربحت معنا. بحب اتوجه لكل شخص عم يحضرنا وقلكم انه ما تنسوا تتصلوا فينا اليوم. جواب من الكتاب بيستضيف هالأسبوع الفنانة إليانا مبارك 3-6 المساء مباشرة على الهواء عبر نور الشرق. للوهلة الأولى يعني المتتبعين لهالبرنامج هن كتار، ونعرف قديش في كثافة اتصالات يعني تمطر على هالبرنامج يوم 3-6 المساء، ولكن ليش اخترت يكون عندك هيك برنامج يكون أجوبته من الكتاب المقدس؟ حبينا أنه دائما بعبارات في عالم ما بتعرف الكتاب المقدس بيعرفوه من برا لبرا، حبينا نحن نقول لهم فيكن تسألوا فيكن تطلبوا. نحن كمان في عنا من 1 إلى 25 في آيات، واللي بيعرفها كمان بيطلع له مقدمين هدايا للبرنامج، يعني للشخص يلي هو اللي عم يتصل وإذا عرف بيطلع له هدية. حبينا نكون جواب من الكتاب ما يكون جواب من العالم، يعني شو بيقول الكتاب المقدس احنا من خلال الكتاب عم نجاوب الاخرين مش من عنا، لان اليوم بتعرف مجتمعنا كل واحد بصير يجيب من هون وبيحط من هون الكتاب يكون على جنب. احنا حبينا عملنا عنوان جواب من الكتاب المقدس، يعني خلي يكون كل شيء من داخل الكتاب المقدس. ونحن عم نستضيف كل الخدام ما عنا اي فرق، يعني الجميع. وهلا انا مرحلة جديدة، منيح حضرتك حكيتي، مرحلة جديدة هي عم نصير عنا فنانين وبعدين يمكن رجال سياسي لنفرجي الجمهور لنفرجي المشاهدين الوجه الثاني وجه الاخر عن هالسياسي ام عن هالفنان. عندهم وجه روحي. ايه وجه روحي، يعني في ما في حدا الا ما متدين افترضنا، اما عنده ايمان وعم يكون كل شيء بصراحه، ما عم يكون يعني
منا مثلا عم نحضر قبل عم كل شيء ارتجالي ايه عفوي انه مثلا كانت مستضيفتك خطره نهار ثلاثه الفنان لي مسعد كيف حسيتوا بالكتاب المقدس عنده ثقافه اللي مسعد كثير شخص رائع حبوب قلبه طيب مكشوف يعني واللي عجبني فيه انه صريح بيقول لي مثلا انا واقف على باب جهنم يا ما بتلاقي واحد بيصير يقول لك لا انا كويس وانا منيح وانا عندي علاقه بينه وبين الرب وانا بس طلع بحياته بتلاقي حياته غير شيء. هالانسان كان صريح قال لي خيي انا صراحه انا اولادي هني بالفرسان بالطلائع عندهم خدمات بالكنيسه اولادي وانا كثير فرحان بهالشيء بس قال لي انا كفنان وانا يعني قال لي ما تحب روح انا ما بيكون اولادي معي اما عائلتي ما بياخذهم بيعرف انه الفن هو طريق غير طريق الاشياء الروحيه. أسيس في سؤال اليوم بيطرح نفسه بتشوف انه عند الناس فعلا في نقص حقيقي بالثقافه بالكتاب المقدس والتعمق فيه وهل مرد هيدا النقص لليوم للشيء اللي عم نشهده بعصر تطور في مواقع التواصل الاجتماعي وهالعولمه الجديده والتكنولوجيا؟ كان قديما ما في مثل اليوم التكنولوجيا صار يعني التكنولوجيا بعدت العالم عن بعضه صراحة حتى ضمن البيت بتلاقي بتقعد تحكي مع بنتك اما ابنك على الواتساب على الفيسبوك يعني العائلة حتى تفتفتت من وراء هيدا التكنولوجيا. هلا فيها شيء سلبي ايه فيها سلبي كثير بس فيها ايجابي ايه فيها ايجابي يعني اليوم وسائل الاعلام المرئيه يلي مثل فضائيه نور الشرق او تيلي لوميير الوسائل الاعلاميه يعني المتعمقه بالشق الكنسي هيدي كانت من وسائل التكنولوجيا المتطوره لخير الكنيسه امين ايه لكن البرامج اللي عم تنحط على نور الشرق برامج رائعه جدا مش هلا مش عم بعمل دعايه على نور الشرق انا راعي كنيسي بالنهايه بس البرامج عم تنحط لكل يعني من الصغير للكبير شيء بخص الكتاب المقدس شيء بخص الخلاص بخص الحياة الأبدية يعني عم يوعوا العالم حتى ينتبهوا يعني في خلاص في حياة أبدية هذه الحياة اللي عم نعيشها حياة وقتية يعني عم يكون برامج رائعة جدا نشكر الرب يعني وعم توصل الرسالة لكل بيت لكل شخص وهي ضروري بس نحن بيعوزنا من الناس انه يقروا كتاب المقدس. على اي اساس وشو هي المعايير السياسيه اللي بتحضروا الاسئله فيها؟ يعني شفت بالبروموسيون يلي عرضها زميلي ميشيل حرب انه عم بيكون عم تقسموا الشاشه عم بيكون في اسئله في ناس عم تتلقى اتصالات وفي هدايا ربح بالمقابل. نعم. على اول شغله بدي افهمها انه على اي اساس بتم طرح هذه التساؤلات؟ كيف تختاروها؟ هل في مواضيع معينه بتختاروها اسبوعيا؟ نحن مبدئيا ربا هي بتحضر نحن كل الأجوية اللي بنحطها بهالتابلو كلها من الكتاب المقدس ما بنجيب شيء من عنا يعني نحن بنحط آية مثلا من قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم من قال آية بيجي المتصل بيقول لك بطرس ما بيكون بطرس بيكون الرب يسوع المسيح إله وعم نجرب هالأشخاص بجواب الكتاب بصير تقول لي في اشخاص صار تقرا الكتاب المقدس ليه؟ لان عم يقول لك في اسئله وبدي عم يسالوني هالسؤال بدي جاوب عليه ونحن عاطين مجال انه ممكن يفتح الكتاب المقدس ويجاوب يعني ننطره نحن يجاوب من الكتاب ما عندنا مشكله يعني مش انه شيء ما بيعرفه بنقول له افتح الكتاب وفيك ترد بالكتاب وعم يكون سبب بركه لاشخاص كثير يعني وعم يجينا اتصالات كثير واللي عم يربح بيجي بياخذ الهديه. شو بتعطون هدايا رمزيه؟ في عده هدايا متنوعه، اول شيء في اغلى واسمن هديه في الكون هي الكتاب المقدس. بس يمكن تشجيعيا بتصير ايه. الناس تحس حالها على موضوع انه متابعه الكتاب المقدس، نعم. تقريك اليوم تيعرفوا شو الموضوع اللي بدكم تطرحوه بهذا البروجرام. في عندنا الكتاب المقدس، في عندنا كتاب مقدس مصور للاولاد، في عندنا كتاب مقدس مسموع، يعني يلي ما بيعرف يقرا ممكن نعطيه كتاب مقدس يدوره مثل الراديو يسمع الكتاب المقدس. في عندنا هدايا اخرى هذيك يعني مثلا مثل شنط
لابتوب، فيسبوك، هالامور يعني، وكبايات ما بعرف. استاذ كان عندي يعني مجال اني استضفت احد الاشخاص يلي اوفتهم حضرتك ضمن احدى برامجنا، حكى كلام هلا عم نحكي من منطلق الكتاب المقدس، انه صار موجود على ابلكيشن معينه عبر الانترنت بيتيح لكل انسان يقدر يشوف الكتاب المقدس ويقري ويتعمق فيه. هيدا الشيء دفع بعض الدول العربيه بما فيها السعودية لأنه يصير في عندها نوع أنه من التعمق أيضا بمعرفة شو هو هالكتاب المقدس وهالأمور هيدا. لما أنا طرحت السؤال ليش أنه السعودية بحد ذاتها أو غيرها من الدول، كان الهدف أنه اليوم تبادل الخبرات، تبادل الديانات، العيش معا، كمان هيدي دخلت ضمن الموضوعات والمحاور الأساسية للتعرف والتعمق أكثر بموضوع الإنجيل المقدس. قدي بتحس مثل هيدي البرامج اليوم، مثل هالقصص اليوم اللي عم تخلينا نرجع للكنيسة، لإيماننا الحقيقية اللي ابتعدنا عنه يمكن بسبب شهوات الحياة ومزاياها، انه تخلي حتى خينا المسلم يعرف شو هي مسيحيتنا ونحن كمسيحية نعرف حالنا اكثر. نعم. اللي عم يكون البرامج اللي عم نحن عم نعرضها عم تكون سبب بركة للجميع. واليوم صار في عالم بقصد اما دون قصد صاروا حبين يقروا الكتاب المقدس، اللي كان مسيحي او كان مسلم. المسلم حابب يعرف شيء عن المسيحيه، انه شو هالمسيحيه، ها من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر، كيف هاي؟ اما عين بعين وسن بسن، هلا قلبت الايه انه من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر، كيف هاي؟ على اي اساس بتتكلين المسيحيه؟ هل المؤمن على اي اساس بتتكل؟ صار عندهم اذا بدك اشواق يعرفوا الكتاب المقدس. في كتير اسلام انا بعرفها بيقروا الكتاب المقدس، بيقروا الانجيل، وفي كتير منهم طلبوا الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتهم، والرب غير حياتهم، فعلا هالكتاب المقدس هو قديم بس لكن بيخلي الانسان يصير جديد، ونقراه نحن ونعرف الرب شو بده منا. نحن بنكلم الرب، من خلال صلاتنا. نحن نصلي نكلم الرب، الرب شو كيف بيكلمنا؟ الرب بيكلمنا من خلال كلمته، من خلال الكتاب المقدس، بيقرا بنعرف شو فيه، شو بده منا، نحن بنكلمه من خلال صلاتنا. الكتاب المقدس وصل لكل العالم حتى بالسعوديه وغير السعوديه، مع انه يعني في شويه هيك ضغوطات، لكن نشكر الرب من اجل الانترنت يلي عم يوصل لكل بيت، لكل البيت يعني عم يفوت يلي يعني انا بعرف وحده اتصلت فيي هيك، هاي مش من زمان كثير، قالت لي انا مثلا ما بقدر اجيب انجيل على البيت لان زوجي رجل متعصب وخزق، مره جبت انجيل وخزقه، قالت لي هلا انا عم بستفيد من الانترنت. يعني في اشياء كثير حلوه والرب عم يعني الرب عم يبارك، صدقيني الرب عم يبارك. استاذ دائما كل برنامج بيدخل بمرحله من التطور، هلا البرنامج اللي عم تعدوا كل يوم ثلاثه مباشره على الهواء عبر نور الشرق عم بيكون في اسئله واجوبه وناس عم تتصل وعم بيكون في تبادل معرفي بالكتاب المقدس، هل عم تفكروا انه يكون في تطور اكثر للبرنامج، يكون في شهادات حياه بهالموضوع؟ ايه بنعمه الرب طوروه بطريقه يصير عملاني. بنعمة الرب يعني عطول الواحد بيشوف الأنسب والأفضل لخدمة الرب. نحن هلا بالنهاية عم نقدم برنامج، هاي البرنامج عم نقدمه لخدمة الرب، عم نخدم الرب نحن بهذه الطريقة، مثل أنت بتخدمي الرب بغير طريقة، بتخدمي الرب بأمور تانية، نحن هيك عم نخدم الرب لأجل هذا البرنامج. وفي عنا برنامج تاني هو زيد معرفتك. نعم، هيدا شو بيختلف عن جواب زيد معرفتك؟ يلي ما عنده معرفة خلي يزيدها، واللي عنده معرفة خلي يزيدها أكثر. زيد معرفتك كمان قريب لجواب من الكتاب، لكن عهيدا بتصور خارج الاستوديو. ايه شو بيتضمن هيدا البروجرام؟ كمان زيد معرفتك عم يصير في حوار بين المحاور والخادم، يكون حوار بس ما في اتصالات أبدا، حوار بنحط موضوع معين، مثلا بنحط موضوع عن الغفران ونمشي فيه ساعة، عن الغفران نحكي عن الخلاص نمشي فيه ساعة، يعني كل حلقة بزيد معرفتك إلى نكهتها وإلى موضوعها. نعم. يعني بنحط مواضيع كتيرة بكل حلقة، بيكون في عنا يعني عناوين، بيكون في ترانيم، بيكون في صلوات، أكيد. زيد معرفتك
بيكون في فرقة بالكنيسة هي جاهزة بترنم، بيرجع ببلش الأسئلة مع الضيف، بيرجعوا بعدين بيرنموا ترنيمة، أما ثلاث ترنيم كلهم سوا، والحوار بيننا وبين الضيف بيبقى عم يكون كتير حلو. نعم. يعني بيكون في عنا خدام رائعين جدا يعني. وبرجع بقول لي خليني شدد على هالشيء، احنا بيقولوا القسيس جابي انجيلي وهو الانجيليه، نحن فتحين لكل العالم، ما عندنا اي مشكله. انا مستضيف رجال دين يعني مثلا الاب توني غانم، مستضيف الكل، ما عندنا فرق، انا ما عندي فرق، ما يعني اللي حابب يقدم اهلا وسهلا فيه، يجي يسمع كلمة الرب أهلا وسهلا، واللي حب يحاور أهلا وسهلا، ما عنا أي مشكلة، ما عنا أي مشكلة. نحن قلبنا مفتوح، كنيستنا مفتوحة للكل، ومثل هالقناة العزيزة نور الشرق فاتحة قلبها لكل العالم، ما عنده أي مشكلة. ونحن على هالأساس كمان فتحين كنيستنا للكل، مين بيحب يجي يحاور نحن مستعدين. نعم. ما عنا أي مشكلة. على خط اخر قسيس، كمان مثل ما عم تبشرنا بالعمل البشاري عبر وسيلتنا الاعلاميه نور الشرق يلي اليوم عم نطل من منبره، في عندك عمل عطاء وخدماتي بالمقابل الاخر مع اخوتنا العراقيه السوريين، يعني كل اخوتنا يلي قست عليهم الظروف الموجودين بارضنا وبديارنا، كمان شو عم بتامنوا لهم قسيس؟ كيف عم تساعدوهم؟ شفنا بالفتره الاخيره هالاعتصام، هالوجع الانساني يلي ترجموه اخوتنا العراقيه بالاسكوا، وعم يطالبوا انه بتسريع بملفاتهم كلهم قدم لجوء وهجرة، فأنتوا اليوم عم بتعيشوا مأساتهم، عم تسمعوا لهم أخبارهم، كيف بتشوفوا وضعهم اليوم بلبنان وكيف عم تساندوهم؟ يعني وضع حزين شو بدي أقول لك، المهجر وجاي على بلد منه بلده، يعني مصيبة. بس بدي أقول لك شغل، نحن ما تركناهم. أنا خليني أحكي على الكنيسة اللي برعاها، نحن في عنا سوريين وعنا عراقيين، لكن نحن ما تركناهم، نحن بنساعدهم بالاعشاب بالمواد الغذائيه والى ما هنالك. بس احنا هدفنا، يعني نحن بالنهايه منا كريتاس، اما نحن هدفنا يسلموا قلوبهم للرب، يتعرفوا على الرب اكثر، يتعرفوا على الرب اكثر، هي هدفنا. نحن اول شيء هدفنا انه يتعرفوا على الرب، يقبلوا الرب مخلص شخصي لحياتهم. ما بدي يجي واحد على الكنيسه حاط براسه انا جاي كرمال المساعد، انا ما بحبها هاي، انا جاي حتى اعبد الرب، انا جاي حتى اتلاقى مع الرب اليوم. اللي جاي كرمال هالحصه، اما جاي كرمال هالمواد، يعني جاي حاط براسه جاي ياخذ هالمواد وفل، مش جاي حتى اعبد الرب. هاي نحن مبدئيا هاي بتزعجنا، عجب تزعجنا. نحن عم نقول لهم يا جماعه، نحن هاي كنيسه، نحن ممكن نساعدكم، لكن بهمنا اول شيء يكون عندكم علاقه بينكم وبين الرب، بهمنا اول شيء انه انتم تعبدوا الرب، وبعدين هذيك الامور الثانيه، لان المسيح قال لا تهتموا بما تاكلون وتشربون، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وكلها تزاد لكم بعدين. يعني بس واقفين حدهم، مش مدشرين ابدا. قسيس بس، ولكن شفنا بامام الاعتصام يلي صار بالاسكوا انه كانت الدموع نازله من عيونهم لاخوتنا العراقيه، انه ما معهم يدفعوا مثلا اجره بيوتهم، يستاجروا بيوت، انه وضعهم، وقالوا انه نحن عم نعيش بغلاء معيشي كثير كبير، لا فينا نرجع على ارضنا، واذا رجعنا على ارضنا ما في ضمانه دوليه تحمينا في حال رجعت الحرب من جديد او رجعت الدواعش عليهم هالجماعات الارهابيه، وكمان ملفاتهم اليوم الموجوده بلبنان مش عم تتسيسروا وعم بيحلوا لهم أزماتهم. يعني كمان الإيمان لازم يكون قوي، ولكن هني بيشوفوا إنه هالإيمان بمكان ما يمكن مش هو سبب أساسي لكمان لاستمراريتهم بالحياة. لكن الكتاب واضح، هلأ أكيد أنا بشعر معهم، وهو الإيمان إذا بنحكي بأشياء روحية، الإيمان هو الثقة، هو الثقة، أنا بحط ثقتي بالرب، والرب قادر يعمل المعجزات. هاي إذا بيكون الله هو أبوي. بس المشكلة انه بعض مرات بيزيدوها. اوكي انا معهم، اخترت بيوتهم ومتألمين، انا بشعر معهم بكل هيدي الموضوع كلها سوا، بس اذا يعني الدولة مش قادرة، طب شو بيعملوا؟ يعني شو هتعملوا من الدولة؟ ما نحن نفس ثلاث ارباع الشعب اللبناني قاعد بلا شغل، ما تخزيني. طيب ما كمان في مثل، خلي لك شغلي ويمكن احكي ليها مره انا وياك، مش احكيها
بعدين بتجي الايام نحكي. نحن عم نجي مساعدات يعني لاخوتنا السوريين ولاخوتنا العراقيين، عم يجي مساعدات مساعدات. نحن في عنا بلبنان يا جماعه، في عنا اللبنانيه حالتهم اخطر اخطر واصعب واقزم من حاله العراقيين والسوريين. يعني انا عم بحكي ضميري، انا بعرف عائلات يعني اذا تفوتي لعندها على البيت مش قادرين يعملوا لك فنجان قهوه، اذا بتروح على بيوت للعراقيه اما بيعملوا لك. يعني صارت كبه مساعدات كميات كبيره على السوريين وعلى العراقيه، ويعني بشكل فظيع. بس لكن نحن مش عم نهتم كمان باللبنانيه المعطرين، في معطرين. انت بتعرف هالشيء؟ انت بتعرف هالشيء؟ يعني لازم ننظر الى اللبنانيه كمان. يعني احنا كمان انه لفت نظرنا انه هودي مهجرين، هودي تعبانين، هودي كذا، عم نساعدهم، وهذا عن حقنا نحن نوقف قدام الجميع كنحن كنائس. بس كمان في عندنا نحن شعب بالكنيسه ميت من الجوع مش عم نهتم فيه، شعب لبناني. هيدا الحديث كمان استيس من حوالي اسبوع كان عندنا لقاء مع مدير عام وزاره الشؤون الاجتماعيه القاضي عبد الله احمد. وكمان تم تطرق لهيدي الموضوعات وهالناس اللي بتنام تحت الجسور، ووضعت الوزاره يعني امكاناتها تحت وسائل الاعلام لحتى يتم التسليط على هالحالات الاجتماعيه، والوزاره انه هي مستعده انه كمان توقف وتساند مثل هالعائلات. يعني حس يعني الدوله حاسه الوجع الانساني حتى عند المواطن اللبناني، ولكن الموضوع بده متابعه، بده يتحرك، بده ناس يعني تجند حالها لهالحالات الاجتماعيه يلي بنأسف انه نحن بهالقرن اللي عم نعيش وبعدنا عم نعيش هيدي المأساة. صحيح صحيح، يعني هيدي حال انسانيه. اليوم لما بنحكي عن حقوق الانسان يمكن نحن صرنا بنفتقدها بكل مقوماتها. طيب انا بدي لك شغله، حد الكنيسه عندي انا في سوري يعني في مزبله بتلاقي وحده عمرها ما بتقشر، عمرها يمكن شيء 70 سنة، لبنانية بتلاقي بتصير تقط شيء من الزبالة. قال شوف تنظر يعني، طب هاللبنانية طيب نحن ككنيسة نحن نقرب نساعدها، بس في مثلة ومتايل. يعني في عائلات أنا صدقيني في بيوت ما بقدر فوت لها، ما بقدر فوت تعتير، يعني بصير أبكي عن جد، بصير ببكي. يعني ما تخزيني هاي عم تلم الزبالة اللبنانية، العراقي والسوري مع احترامنا نحن ما بلم الزبالة. عم تفهم بين هلالين اللي عم اقول نحن كمان نحن عندنا شعب، في عندنا عائلات لبنانيه معطره اكثر من باقي ال يعني نحن يعذروني. نحن بنتمنى انه كل امورهم تصير بخير. ايه امين امين، يرجعوا لارضهم او انه محل ما هن بيختاروا حتى يعيشوا حياه كمان يكونوا محترمين فيها وتكون حقوقهم ضماناتهم كلها مصانه. كلمتك الاخيره السيس عبر نور جديد اليوم لمتتبعين برنامجك جواب من الكتاب المقدس زيد معرفتك، شو بتقول لهم؟ بقول لهم قد ما فيكم اتصلوا، وقد ما فيكم اقروه من الكتاب المقدس، قد ما فيكم اقروه. واللي بدي اقول انه خلي يكون عندكم علاقه رائعه بينكم وبين الرب، ما في الا الرب يسوع المسيح هو المخلص الشخصي لحياتكم، والرب يباركك. شكرا استاذ جابي عبيده. مشاهدينا قبل ما ندخل نحن وياكم على بريك، بخبركم انه مهرجانات الوفاء للجيش اللبناني عمت بالاسبوع الماضي مختلف المناطق اللبنانيه، وكلمات متتاليه لمعالي وزير الدفاع المهندس يعقوب الصراف يلي اثنى على مناقبيه الجيش وعلى مناقبيه قائد الجيش العماد جوزيف عون وعلى هالمؤسسه العسكريه يلي نحن ما عندنا وجود بلبنان الا بوجود الجيش اللبناني يلي هو الضامن الاساسي لوجودنا ولوحدتنا. فنحن اليوم بنتمنى انه دائما نرفع الصلوات على نيه هالمؤسسه العسكريه وكل القوى الامنيه. أمين. يلي سهره على امن الوطن واستقراره. متوقف نحن وياكم مع بريك ومن ثم نعود الى متابعه نور جديد.